بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نسبح في تسبيحة البصخة طول الأسبوع ونقول لك القوة والمجد والبركة والعزة يا عمانوئيل إلهنا وملكنا. السيد المسيح كانت علته اللي مكتوبة على الصليب يسوع الناصري ملك اليهود. كانت الشكوى الكبيرة اللي رايحين يقدموها لبيلاطس إن هو بيقول إنه ملك بينافس قيصر. فلما بيلاطس سأله قال له أنت ملك؟ قال له مملكتي ليست من هذا العالم. مملكتي ليست من هذا العالم. فالسيد المسيح ملك جاي عشان يملك علينا. مزمور 97 بنصليه في أول مزمور في الساعة 9 نقول الرب قد ملك على خشبة. ملك بحبه علينا، ما فرضش نفسه علينا، لكن ملك بحبه العجيب وبذله اللي يفوق الوصف. ملك علينا، الرب قد ملك واستعلن ملكه ده على الخشبة. عشان كده الصليب ده هو أصبح مركز حياتنا. عشان إحنا ساعات بنفهم إنه الرب قد ملك يعني يجي يملك يدخل يسكن في قلبنا وبس. لا، الرب قد ملك يعني الصليب ده يبقى هو مركز حياتنا، يبقى إحنا ما نعرفش حاجة تانية غيره من النهاردة وإلى الأبد وإلى الأبد. قديس بولس الرسول في جزئين اتقروا علينا طبعا، في كل ساعة في جزء من البولس. في باكر يقول إيه من رسالة لكورنثوس، يقول لهم لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. أنا مش عايز أعرف حاجة في الدنيا دي ولا في وسطكم ولا في أي حتة غير يسوع المسيح وإياه مصلوبا. يسوع المصلوب ده هو كل، هو الكل في الكل بالنسبة لنا. وفي القراية اللي احنا قريناها دلوقتي حالا البولس بتاع الساعة 11 بيقول كده، بيكلم أهل غلاطيا ويقول لهم ده أنتم اللي رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوبا. ده تقليد كنسي من أيام الرسل إن الصليب لازم يتحط قدامنا كده، مفيش كنيسة ندخلها ما يكونش الصليب قدامنا، إن ده مركز حياتنا كلها. الأنبياء شافوه في العهد القديم، في الساعة الثالثة اتقرت علينا نبوة في منتهى العجب. إشعيا شايف المسيح جاي وثوبه ثوبه متسربل بدم، بيقول إيه ده أنا شايف إيه؟ إشعيا 63 يقول من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر؟ فرد عليه السيد المسيح قال له أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص، أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. فقال له ما بال ثيابك محمرة ولباسك كدائس المعصرة؟ قال له قد دست المعصرة وحدي ولم يكن أحد من الشعوب معي، لأن سنة مفدية قد أتت. شايف المسيح وبيتكلم معاه والمسيح بيرد عليه جملة بجملة، يقول له ده أنا دست المعصرة وحدي وسنة مفدية قد أتت، أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. منظر الصليب ده وهو اللي بيملى علينا حياتنا، بيملى تفكيرنا، بيملى كل كياننا وبيملى قلوبنا. علشان كده معرفش تاخدوا بالكم في التجلي، موسى وإيليا كانوا ظاهرين بمجد وبيتكلموا مع ربنا يسوع في مجده، كان بيقولوا إيه يا ترى؟ يقول لك كان يتكلمان عن خروجه المزمع أن يتمموا في أورشليم.
كانوا بيتكلموا عن الصليب. طب التجلي ده حتة من الملكوت، حتة من السماء، هو في صليب في السماء؟ أمال إيه؟ هو إحنا هنسيب الصليب ده أبداً؟ ده هو ده خلاصنا وفدائنا. ده إحنا في السماء ما عندناش غير الصليب، ما عندناش غير الخروف القائم كأنه مذبوح هيفضل قدامنا إلى الأبد. هيفضل الخروف القائم كأنه مذبوح بدمه كده، هو ده موضوع انشغالنا وتسبيحنا إلى الأبد. يعني مش بس بولس الرسول بيتكلم على الحياة الأرضية لما بيقول لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، أنا مش عايز أعرف حاجة في حياتي وفي دنيتي غير المسيح المصلوب، لا ده في السماء كمان، ده في السماء. عشان كده احنا عندنا بعد الصلوات الجميلة بتاعت الجمعة العظيمة عندنا سهرة فرح، تسابيح سبت الفرح. كنيسة حطلنا التسابيح بتاعت كل الكتاب المقدس وامتدادها في سفر الرؤيا. فأنا قعدت أفكر كده، قلت هو الصليب فين في سفر الرؤيا؟ لقيته في كل إصحاح تقريبا، في كل إصحاح. أنا عارف إحنا لما بنيجي نقرأ سفر الرؤيا بنكون إيه؟ تعبنا يعني وعايزين ننام، ها؟ هنبتدي الساعة 1 بالليل ونخلص على يعني سفر الرؤيا، نبتدي نقرأ مثلا على 4:30 مثلا ولا حاجة، 5:45. فالناس بقى تبقى تعبانة شوية مش مركزة. أنا قلت أفرحكم شوية ببعض الحاجات علشان لما نيجي نقراها نبقى مركزين كده. الصليب موجود على طول كل حتة في سفر الرؤية. مش هعرف أقرأ كل حاجة طبعا، استطلعت لكم كام حاجة من أول إصحاح. يقول كده، بيتكلم ربنا بيدي سلام ليوحنا، وبعدين بيقول السلام ده جاي من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. شوفوا أول حاجة في سفر الرؤيا، السيد المسيح البكر من الأموات، يعني اللي كان مات وقام أول واحد يقوم كنموذج وبكر للبشرية اللي بعد ما هتموت هتقوم. ويقول كده الذي أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه. ده هو ده التسبيح بتاعنا، وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين أمين. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظر كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. ده في أول إصحاح. إصحاح الأولاني تاني بيكرر طبعا يوحنا شايف السيد المسيح على الأرض بهيئة ممجدة جدا. ابتداء من الإصحاح الرابع بيقول كده إن أنا في باب مفتوح اتفتح لي في السماء وقال لي تعالى، فبدأ يوصف السماء. قبل كده كان بيتكلم على حاجات على الأرض، الإصحاح الأول والثاني والثالث على الأرض. فشاف المسيح فعلى الأرض، بيقول لما شفته بالمنظر وصف وصف وصف، يعني مش هنقراها. يقول لما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا صليب وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين. على طول الصليب ده على طول علامة بقى مميزة. برضو بيكلم ملك كنيسة أفسس كنيسة سميرنا، يقول هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. في الإصحاح الثالث بيقول من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. الصليب هو وسيلة الغلبة اللي غلب بها الشيطان. في الإصحاح الخامس بقى كلام جميل خالص، بيقول إيه من أول عدد 6، بيقول شاف سفر مختوم بسبع ختوم، ومش عارف السفر ده فيه ترتيب الأحداث ترتيب الخلاص، ومش لاقي حد يفتحه، فقعد يبكي يبكي يبكي. فالشيوخ والأربعة وعشرين القسيس قالوا له لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا.
أكبر لكم شوية عشان الخط يبقى واضح. وبعدين ده هو اللي هيفتح السفر يفك ختوم. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح. خروف قائم كأنه مذبوح، ده مين؟ المسيح المصلوب. المسيح المصلوب، الذبيحة من أجلنا. وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون، إشارة لكمال القوة. سبعة أعين، إشارة لكمال المعرفة والحكمة. هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. ربنا بيدينا النور والحكمة لينا. فأتى وأخذ السفر مع يمين جالس على العرش. ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة وعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا، هي صلوات القديسين. وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا. بس يعني مش ما عنديش وقت ان احنا يعني الفت نظركم لحاجات كتيره قوي. اللي بيقولوا الكلام ده القسوس ال 24 في السماء، مش ناس ارضيين، دول السمائيين. بس بيقولوا ايه؟ بيقولوا الاربعه الكائنات الحيه دول السمائيين، بيقولوا لان مستحق ان تاخذ السفر وتفتح ختومه، لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم. يعني هم بيقودوا تسبيح السمائيين في تسبيح المسيح المذبوح من أجلنا. واشتريتنا لأنكم قد اشتريتم بثمن، زي ما معلمنا بولس الرسول: فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. وبعدين سمعت صوت ملائكة كتير بيقولوا إيه؟ مستحق هو الخروف المذبوح المسيح المصلوب أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. شوفوا التسابيح. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف المسيح المصلوب: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين، أمين. ده في الإصحاح الخامس. في الإصحاح السابع شاف الناس اللي طالعين من الأرض، اللي واقفين بيسبحوا ربنا، ومعاهم بيوصف كده عدد، بيقول لك: لم أستطع أن أعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف. خلاص المسيح المصلوب ده هو قدامنا على طول ليل ونهار إلى الأبد. متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وبيصرخوا بيقولوا: خلاص هو لإلهنا، وخروا على وجوههم. وبعد كده هو سأل واحد من الشيوخ بيقول له: مين دول؟ مين دول؟ ممكن تقول لي؟ الشيخ بيسأله بيقول له: عارف مين دول؟ من هم ومن أين أتوا؟ فقال له: يا سيدي أنت تعلم، ده أنا غريب هنا، أنا ضيف هنا. قال له: لا، عارف دول بقى إيه؟ هم هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، ادي دم المسيح المصلوب اللي موجود فعليته في السماء. هم من اجل ذلك امام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم، ربنا بيظلل عليهم. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم شيء الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع مياه حية، ويمسح الله كل دمع من عيون. الخروف هو اللي بيفرحهم في السماء، بيقتادهم إلى ينابيع مياه حية، هو اللي بيرعاهم. هو عندنا هنا راعي، وفي السماء هو الحمل، هو الحمل اللي بيقودنا. هنقل بسرعة على إصحاح ال 12. بيقول إيه؟ سمعت صوت عظيم، من أول عدد 10 بيقول سمعت صوت عظيم في السماء بيقول: صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخواتنا. خلاص الشيطان اتكسر واترمى في النار، الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بإيه؟ بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. مش بس اللي استشهدوا بسفك الدم، في ناس شهداء بدون سفك دم، لم يحبوا حياتهم حتى الموت.
وغلبوا الشيطان بدم الخروف وبكلمة الشهادة اللي عندهم اللي بيتغذوا بيها، غلبوه. إصحاح 13 في بيتكلم على الوحش اللي هو الشيطان، وفي الآخر خالص بيقول إيه، هيجي كل الناس اللي ساكنين على الأرض يسجدوا له لأنه هيضغط على الناس كلها، بس إيه مش كل الناس. في عدد 8 يقول إيه، يقول الناس دول اللي هيسجدوا له الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. المسيح المصلوب، الذبيحة على طول في سفر الرؤيا، هو ده اللي احنا مشغولين بيه على طول. ساعة 13 بقى منظر مفرح جدا، يقول ثم رأيت على وإذا خروف واقف على جبل صهيون معه 144 ألفا لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. 144 ألف، 144 طبعا 12 في 12 في 1000، 12 كنيسة العهد القديم، 12 كنيسة العهد الجديد، في 1000 يعني يعيشوا إلى الأبد الحياة السماوية إلى الأبد. فدول مع المسيح الصليب، المسيح المصلوب وإحنا حواليه في السماء. سمعتوا صوت بقى كمية كثيرة وناس ضاربين بالقيثارة وبيقولوا ترنيمة جديدة، ودول يقول كده هنا أهو، هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب، هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله الخروف. السيد المسيح اشترانا بدمه. في الإصحاح 15 يقول إن هم كانوا بيرتلوا تسبحة موسى عبد الله وتسبحة الخروف، وبيقول ترنيمة الخروف، يعني السيد المسيح بيعلمهم إزاي يسبحوا في السماء إلى آخره. في الإصحاح 17 يقول إنه كل الأشرار وكل قوى الشر هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. أنقل بسرعة على 19. سفر رؤيا سفر مش كبير، عشان كده هنخلصه يمكن في ساعة ولا حاجة. ففي الإصحاح 19 عدد 6 يقول إيه؟ وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا، قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها، امرأته اللي هي الكنيسة، وأعطيت أن تلبس بزا اللي هو الحرير نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين، ده لبس الملوك. احنا كلنا نبقى ملوك وبقينا، لاننا بقينا اولاد الملك، فاللبس بتاعنا ده لبس الملوك ولابسين بر المسيح. وقال لي اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف، هذه هي الاقوال الله الصادقه الصادقه. وبعدين شوفوا المنظر الجميل ده بقى، ده بقى من اجمل المناظر. عدد 11 يقول ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض، السيد المسيح المصلوب بيظهر بشكل عجيب جدا في ملء القوة. الصليب شكله ضعف، لكن في الحقيقة هو قوة الغلبة، هو قوة الله زي ما قال معلمنا بولس الرسول. إذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة مجد، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. شوفوا الوضوح. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض، ثوب متسربل بدم زي ما إشعيا شاف. والأجناد في السماء كانوا يتبعون على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم سلطان، وهو يسارعهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة سخط وغضب الله القادر على كل شيء. معصرة سخط وغضب الله زي ما إشعيا شافوا، زي النبوة اللي أنا قلتها لكم في إصحاح 63. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. يبقى هو كلمة الله متسربل بثوب مغموس بدم، وله اسم هو ملك الملوك ورب الأرباب.
آخر حاجة أقولها لكم في الإصحاح 21 بيقول كده، بيقول رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. طب خلاص، يبقى خلاص بقى ننسى الصليب. لا، ده الصليب هو ده سر خلاصنا، ده مركز حياتنا، ده مركز حياتنا. احنا في السماء، في السماء الجديدة والأرض الجديدة، الصليب موجود، المسيح المذبوح موجود، بيشفع فينا إلى الأبد. هو ده، من غير دمه احنا ما كانش لينا مكان، ما كانش لينا مكان غير في الهواء، هو اللي رفعنا. فبيقول أنا شفت كده، رأيت المدينة المقدسة، وبعد كده بيقول إيه؟ بيقول هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، وأنا أكون لهم إلها. وشفتها أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس مزينة لرجلها، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. فعدد هنقل بسرعة، فعدد 22 لم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الإله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. يعني احنا هنبقى هو الهيكل واحنا جواه، هو الهيكل. والمدينة لا تحتاج إلى الشمس وإلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. طيب مين يدخل؟ لن يدخلها شيء دنس، ولا ما يصنع رجسا ولا كذبا، إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف، إلا مكتوبين بس في سفر حياة الخروف. هم دول، هم دول اللي اشتراهم بدمه، هم دول اللي لهم نصيب معاه في السماء، هم دول اللي هيسبحوه، هم دول اللي مشغولين بيه، هم دول اللي الصليب علم في حياتهم وبقى هو مركز حياتهم. بقى المسيح المصلوب ده هو مركز حياتهم، الصليب هو مركز حياة ولاد ربنا اللي حاطينه قدامهم باستمرار، فبتتزرع مخافته في قلبهم، حاطينه قدامهم باستمرار فبيحتملوا كل الضيقات اللي يتعرضوا ليها في السكة، حاطينه قدامهم باستمرار فيتعلموا الحب، حاطينه قدامهم باستمرار بيترموا في حضنه، حاطينه قدامهم باستمرار بيلجأوا له لأنه دايما فاتح حضنه ليهم وعنده ليهم سلام وعزاء. الصليب ده قدامنا وجوه قلوبنا ومرشوشة بيه حواسنا وأفكارنا وأعتاب فمنا وكل حياتنا. الصليب ده هو اللي قدس حياتنا، وهو اللي بيه احنا اشترينا كباكورة لله. عشان كده الصليب بالنسبة لأولاد ربنا مش علامة كده، يعني مجرد رمز ولا تقليد، لا، ده مركز حياتنا. علشان كده احنا لازم نخلي الصليب ده باستمرار هو موضوع انشغالنا، موضوع تسبيحنا وفرحنا. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.